التصرف التركي يثير حفيظة مصر التي وقعت مع اليونان بالأمس هذا الاتفاق، وهل هي مستعدة لما تحدث عنه علام الآن فيما يعرف بإنذار نافتكس؟ هل من ردود فعل؟ مصر بحسب المسؤولين وبحسب أيضا المراقبين ماضية في طريقها في الاكتشافات التي تجرى في البحر المتوسط، والمراقبون يرون أن الاتفاقية التي وقعت بالأمس ستزيد من عمليات الكشف. مصر في نهاية الشهر الماضي كانت أعلنت اكتشاف حقل غاز جديد تعمل عليه شركة إني الإيطالية، وبالتالي مصر ستعمل في هذا المسار خلال الفترات المقبلة ولا تلتفت لأي مهاترات سياسية قد تطرأ عن تركيا خلال هذه الأيام، هذا بحسب المسؤولين. أيضا المسؤولين تعجبوا وبالأمس من البيان الصادر عن تركيا في لحظة توقيع مصر للاتفاقية، وفي هذه الأثناء لم تكن تعلن تفاصيل الاتفاقية بشكل كامل، ومع ذلك تركيا أرسلت تحفظها أو أبدت تحفظ على توقيع هذه الاتفاقية بين مصر واليونان، خصوصا أن الحدود بين مصر واليونان وبحسب الخريطة وبحسب أيضا الأعراف السياسية والدولية تجرى بشكل سليم وبشكل كامل بين الدولتين، وبالتالي من المفترض أن يتم إدراج هذه الاتفاقية في الأمم المتحدة خلال الفترات المقبلة. على الناحية الأخرى والناحية السياسية، مصر لم تعلق على هذا الأمر حتى هذه الأثناء عن وجود تدريبات عسكرية لتركيا في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن ما نشر حتى هذه الأثناء هو أنباء عن وسائل إعلام وليس بمصدر رسمي، وبالتالي مصر لا تلتفت في جميع الأحوال إلى مثل هذه التصريحات أو الأنباء الواردة عن وسائل الإعلام. ومن المتوقع إذا ما صدر بيان عن الخارجية التركية خلال الساعات المقبلة أو حتى خلال الأيام المقبلة سيكون هناك رد فعل مصري وسيكون هناك بيان آخر لمصر يوضح فيه سير الفترة المقبلة وما يمكن أن تعمل عليه. شكرا جزيلا لك من القاهرة، كنت معنا كريم الشيخ.